خمس خطوات لو انت حفظتهم وطبقتهم حتتعلم اي مهارة شو ما كانت. خمس خطوات. الخطوة رقم واحد واهم خطوة انك تحب هذا المجال وتبدأ فيه. الخطوة رقم واحد انك تحب هذا المجال وتبدأ فيه. الاستمرار في التعلم. خصص كل يوم من وقتك لمدة ساعتين في تعلم المهارة اللي انت حابب تتعلمها. الخطوة رقم اثنين الاستمرار في التعلم. الخطوة رقم ثلاثة التخلص من عامل التشتت والتركيز في المهارة اللي انت حابب تتعلمها. التخلص من عامل التشتت واختيار البيئة المناسبة بتساعدك كثير في تعلم المهارة الجديدة. اذا الخطوة رقم ثلاثة التخلص من عامل التشتت واختيار البيئة المناسبة. القراءة وحدها لا تكفي. الخطوة رقم أربعة لاكتساب أي مهارة جديدة التطبيق العملي. بعض الأشخاص بلجأوا إلى القراءة وعدم التطبيق العملي. بإمكانك التطبيق العملي بأقل تكاليف لاكتساب أي مهارة جديدة. إذا الخطوة رقم أربعة التطبيق العملي لاكتساب مهارة جديدة. الخطوة رقم خمسة الاحتفال بإنجازك. من خلال تصوير مقطع فيديو والاحتفاظ بهذا الفيديو بيساعدك على طور المهارة اللي أنت حابب تتعلمها. إذا الخطوة رقم خمسة الاحتفال بإنجازك من خلال تصوير مقطع فيديو والاحتفاظ بهذا الفيديو. وفي نهاية هذا الفيديو تنساش تحافظ على صلاتك ورضا الوالدين. سلام.